سائلة تقول: ما الحكم إذا أخذت المرأة وأسقطت الحمل، أو هي تقول أنها أسقطت الحمل في الشهر الثاني من أجل إرضاع طفلها الأول، والآن هي تائبة، فهل عليها شيء؟ عليها أن لا تعود إلى هذا، ما دام الطفل أو ما دام الحمل لم يخلق، أو ما دام لم تنفخ فيه الروح، فعليها أن تتوب، أن لا تعود. أما لو نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه أبدا، لأنه قتل للنفس.